في إحدى الأيام الأخرى في فلسطين عندما كنت في الثانوية العامة كنت أقود سيارتي مسرعا في أحد الطرق الضيقة هناك، وفجأة مجموعة من الفتيات يقطعن الطريق أمامي وأنا على وشك أن أصدمهم. كانت معي لحظات قليلة جدا لأقرر كيف أتصرف، وأنا أعلم أنني لو ضغطت المكابح سوف تنزلق السيارة على الفتيات ولن أستطيع التحكم بها بسبب المطر. حينها شعرت بالأدرينالين يتدفق في جسدي وخوف عميق يسيطر علي. كانت تلك اللحظات بمثابة ساعة من الزمن. كنت أشعر أن كل شيء حولي يسير بشكل بطيء، وبجانبي ابن عمي حمزة يصرخ قائلا انتبه. حينها قررت، فأملت مقود السيارة إلى أقصى اليسار وضغطت دواسة الوقود واندفعت باتجاه الحائط القريب لأصطدم به وأتجنب الفتيات. فاصطدمت به، وقبل أن نضرب الحائط بجزء من الثانية لمحت نظرة في وجه ابن عمي وكأنه يقول الله لا يعطيك العافية. ثم سادت لحظات من الصمت، كنت أسمع طنينا في أذني وحالة من الندم الشديد. ماذا فعلت؟ ثم التم الناس حولنا وإذا بأحدهم يقول راح الولد، يوجد طفل تحت السيارة هنا. أنا كاد قلبي يخرج من صدري، فخرجت مسرعا من السيارة حتى دون أن أتفقد نفسي أبحث عن ذلك الطفل تحتها، فلم أجده. وإذا بأحد الشباب الحاضرين قال هذه الجملة مستهزئا ليخيفنا أكثر، السلام عليكم أنا محمد غنايم، والخوف أكثر شعور يستحق الاحترام. لو فكرت في كل العواطف التي وهبنا الله إياها، الحب، الغضب، الحزن إلى آخره، تلاحظ أن الخوف هو الشعور الوحيد الذي إذا شعرت به تندفع بأقصى طاقتك. صحيح، فإذا شعرت بالخوف اعلم أن قلبك حي، وهذه صفة حسنة. فتلاحظ أن الأشخاص الذين لا يخافون يطلق عليهم الناس بأن قلوبهم ميتة، فيقال هذا الرجل لا يرحم قلبه ميت. فالخوف قوة، خوفك من الدراسة قوة، خوفك من الفشل قوة، خوفك من المستقبل قوة، لأن الخوف هو الدافع القوي لك لتتخذ القرار الصحيح. لذلك في هذا الموضوع سنبحث عن طريقة للتحكم بهذه القوة الخارقة. طيب، عندما تخاف دماغك يأمر غدة فوق الكلية بفرز هرمون الخوف الأدرينالين. هذا الهرمون يفرز للدم مباشرة ثم يصل للقلب فترتفع دقاته، ثم هذا الهرمون يذهب للكبد ويجعله يفرز الجلوكوز الذي يمد العضلات بالغذاء والطاقة وبالتالي القوة الجسدية. ثم يقوم هذا الهرمون بعدة أمور، مثلا زيادة سرعة التنفس لتعويض النقص الحاصل في الأكسجين من الأعضاء الأخرى، يعمل على توسيع بؤبؤ العين وبالتالي الرؤية الليلية ومجال رؤية أفضل وأوسع، يقوم على زيادة فعالية أو نشاط الدماغ وبالتالي تشعر أن الوقت يسير بشكل بطيء وبالتالي يتسنى لك الوقت لتتخذ القرار الصحيح. فعندما خفت في القصة السابقة كنت أشعر أن الوقت بطيء من حولي واستطعت التفكير في أكثر من حل لأتجنب الاصطدام بالفتيات، يعني كنت في لحظتها سوبرمان. يعني الخوف يزيد فعالية الجسم. طيب يا محمد أنت تقول أن الخوف لحظي، يعني نحن نصبح أقوياء جسديا وعقليا بشكل لحظي، فكيف نتحكم به إذا كان لحظي؟ أخي الحبيب أختي الفاضل، أنا طرحت الخوف من منظور اللحظي، ولكن قد يكون الخوف غير لحظي. مثلا خوفك من الدراسة أو الاختبارات يستمر معك طوال مدة الدراسة، وإذا لم تحسن التحكم به يؤثر سلبا عليك. للتحكم بالخوف يجب أن تبدأ بالاعتراف به. مثلا أنت تخاف من الأسد، تخاف من مادة الفيزياء، تخبر نفسك أنك تخاف منها وبالتالي ستجد نفسك تأخذ دروس إضافية بها وبالتالي التحكم بالخوف. تصور أسوأ السيناريوهات، مثلا تخاف من أن تفشل، تصور أنك فشلت وكيف ستتصرف بعد الفشل، ستضع لنفسك خطط إلى ما بعد الفشل وبالتالي تتحكم بهذا الخوف. لا تخلط بين الخوف والقدر، لا تقول أنني سأفشل لأن هذا قدري، لا يوجد شيء اسمه هكذا. ولو تمعنت في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نخاف منه لا من وسوسات الشياطين، فالخوف من أمور دنيوية هو من وسوسات الشيطان. لذلك كلما خفت سواء من عمل أو دراسة أو أي أمر دنيوي تذكر أن الخوف من الله يستحق أكثر من الخوف من الأمور الدنيوية فلا تخف. وأمر أخير أحب أن أوجه نظرك له إن سمحت لي، في حالات الخوف الشديد المستمر تحدث اضطرابات نفسية وجسدية لدى المصاب وبالتالي الانتحار أو الموت بشكل عام، يعني الخوف قد يميتك. وعندما يموت الإنسان ويتوقف قلبه نحن كأطباء نحقنه بالخوف ليعود إلى الحياة، نحقنه بالأدرينالين لنحفز قلبه على النبض مجددا وبالتالي العودة إلى الحياة بإذن الله. يعني الخوف قد يميتك أو يحييك، لذلك لا بد لنا أن نجد نقطة وسطية بين هذه المعادلة من خلال التحكم بهذا الشعور الخارق. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم السكينة، وشكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم في أمان الله.